المسألة رقم 14، لدينا التفاعل الآتي: إذا زاد تركيز SO2 مرتين، يا سلام، ونقص تركيز O2، شباب زاد التركيز مرتين يعني اضرب باثنين، تعلمون الرياضة، زاد التركيز مرتين يعني اضرب باثنين، ونقص التركيز مرتين يعني قسم على اثنين. كم تصبح سرعة التفاعل؟ كل علم. في القديمة الأساسية يعني هي K بتركيز SO2 للتربية بتركيز O2، هاي منحطة، هاي الأصلية. نجي هلا V فتحة الجديدة تساوي K ب SO2 فتحة ب O2 فتحة الجداد. في تربيع هون نسينا. تعالوا نعوض لكم. V فتحة تساوي K. يا SO2 الجديدة زادت ولا نقصت؟ زادت. زادت مرتين؟ معناها هي ضعفاي SO2 القديمة. ضعفاي SO2 القديمة للتربيع. في تربيع بالقانون. ضرب. الـO2 نقصت ولا زادت؟ تركيز O2 على 2. 2 للتربيع 4 بتصير في بدك تعمل تفصيل 4 على 2 2 ضلت الـK وضلت الـSO2 وضلت الـO2. هدول هن نفسهم الـV القديمة. فلاحظ V فتحة طلعت ضعفين لمين؟ لفي. هاي بالتفصيل صعبة؟ كل عرفت من وين اجت الأربعة؟ الاثنين لأنه تربعت في فوق منها تربيع. ترجوني كتابة النقطة إذا فيها غلط. ما فيها غلط. بس كاتبين الجواب فورا، يعني ما كاتبين هاي الخطوط. كيف راحوا مع بعض؟ مين عنده سؤال؟ اسألني. كمل بيبي. الطلب الثاني: إذا تضاعف الضغط على الوعاء كم تصبح سرعة التتقل؟ سرعة. كم تصبح سرعة التفاعل؟ نكتب الفكرة. فشل. التناسب فرضي بين الضغط والتركيز. التناسب فرضي بين الضغط والتركيز. إذا ضعف الوعاء، إذا ضعف الضغط معناها الضغط صار ضعفين. إذا الضغط ضعفين معناها التركيز ضعفين. نجي لهم على السيارة. المقدمة نفسها بس يلا. كيف بدل هاي بدك تضعفين SO2 للتربيع، وبدل هاي بدك تضعفين O2. اثنين للتربيع 4 ضرب 2 8. رجعت 8 في هذول نفسهم هن مين؟ هن الفي. معناها هون عم يضاعف تركيز الضغط، عفوا تركيز SO2 وتركيز O2. اذا لما بيزيد الضغط بيزيد التركيز. كمان تاتي خيارات. مين عنده سؤال؟ في تربيع بالنقطه نسيانينا؟ في فتحة 8 في. هلا إذا مسألة نحسبها بالمسألة. معنا الفي نحن حاسبينها؟ الفي الأساسية معنا؟ ده ما قصدك بنحط الجواب ولا لا؟ ما هيك؟ إذا مسألة، إذا معنا الفي الأساسية بنحط، بس هو ما عم يسألك، لحظة شوي. كم تصبح سرعة التلفاز؟ قصده العلاقة بيناتهم.
لأن نحن ما معنا أرقام المسألة. إذا معنا يا الله. طلب الأخير. راح شوف لك الكتابة. بالنقطة في فتحتين تساوي ك بإس أو 2 للتربيع لا بأو 2 فتحة، احنا حاطين فتحة هي الخطوة. هي ما مكتوبة. لما حاطين الفتحة بتشيل الفتحة بتعوضي بدل ضعفي إس أو 2 وضعفي أو 2، إذا هي الخطوة هنا حاطين الجواب هون. هي مكتوبة هي ما مكتوبة. والجواب مكتوب مباشرة. إذا غير الحجم شو بصير؟ تعالوا نشوف يا طلب الثالث. كيف تتغير سرعة التفاعل إذا ضغط المزيج بحيث يصبح حجمه ثلث ما كان عليه؟ لو قلنا جملة ثلث ما كان عليه. طب التفاعل التناسب عكسي. التناسب عكسي بين الحجم والتركيز. كيف يعني عكس؟ إذا الحجم بصير تلت التركيز ثلاث أضعاف. هاي هي الحجم تلت التركيز ثلاث أضعاف. بدك تروح هلا بدل كل واحدة منهم بدك تحط ثلاث أضعاف. بل قبل ايش حطينا ضعفين، هل شو نحطه بعدها؟ ثلاث أضعاف. يا بس بدنا نشيلها هاي، شو بدنا نعملها هون؟ ثلاثة. هاي بدنا نشيلها، شو بدنا نعملها؟ ثلاثة، يلا. ثلاثة للتربيع تسعة. ضرب ثلاثة 27 في. صعبة؟ طلع معكم. معنا مضبوط شغلي، الحمد لله شاطر. مين عنده سؤال؟ هدول وحدة منهم تجينا خيارات للمتعدد. المسألة الرابعة. والرابع شو الرابع؟ 15. سؤال دور عديد المرات. بعد هذا كلهم بصيروا نفس الشيء. ضلك ثلاث مسألات. يحدث التفاعل. اها هذا عمل كثير مشكلة بالامتحانات. طب جنب هالسؤال. بالمعادلة. طب فكرة امتحانية. بالامتحان بالمعادلة. إذا ما حاطين إكس وواي حط الإمتين. وتسألني ليش؟ أنا أيام السنة قلت لك ليش؟ هلا ماني فاضي لك ليش؟ يعني هي المسألة ما بتجي إلا إذا فيها أمثال إكس وواي. حكينا لكم تفاعل أولي مؤولي. نرجع المعادلة. إكس إن أو 2 بالامتحان ما حطوا ورا الإكس. لما حرم بالحكي والطالب ما انتبه. زاد واي سي او، عارفين اكس واي عم بحكي عليهم هدول. يعني بس يكون عندك مثل هذا الجدول، في جدول هون السؤال. عم بطرح لك اسئله دائما انت حط الامثال من عندك. يعطي ان او زائد سي او 2. كلها غازات اعتقد. وكانت النتائج كما يلي. اعطينا جدول. بهذا الجدول أول تجربة عطيناك فيها تركيز الـ NO2 كذا 0.0 شو 10 وتركيز الـ CO 0.10 وتركيز ولا السرعة 0.021. يا اول طلب اكتب عبارة سرعة التفاعل واستنتج الرتبة. اعطونا القانون. المشكلة بالامتحان هاي مش قانون عامي، شايلينها لهي شايلينها لهي. اول طلب كان احسب السرعة احسب الرتبة. عين هيك قال لك واحد وواحد اثنين. طلب كامل احسب الرتبة بدك غير مرفوض بتاتا. طلبت وين كان فخ بالامتحان؟ قال له احسب الرتبة. هو شو فكر؟ واحد وواحد
اثنين. لا غلط، بتحط هون اكس وبتحط هون واي. اعطونا قانون بي ك ان او 2 اس اكس ضرب سي او اس واي. هذا هو القانون تبع السرعة. هلا عندك عدة تجارب، نعوض التجربة الأولى، يعني عوضني بالقانون. البيجي هي من هون 0.021 بيساوي الكي ثابتة صفرين، الان او 2 جيبي تركيزها 0.1 اس اكس، وهي 0.1 يعني نفس 10 اس واي. بسميها علاقة أولى. إذا لما عوضت السطر الأول سميتها علاقة أولى، لأولى لها علاقة. لو عملنا التجربة الثانية تطلع معنا علاقة ثانية 0.084 بيساوي ك 0.1 أس إكس 0.2 أس إكس و 0.1 أس واي، علاقة ثانية تبع العلاقتين. بالقسمة قسموها على بعض، مين بيروح مع مين؟ هاي مع هاي والكي مع كي. طب قسم 2 على 1 احلى، بالعكس 2 على 1 0.084 على 0.024 4 بيساوي هاي على هاي 0.2 تقسيم 0.1 2 و 6. في حدا ما بيعرف كم ساعة بندمجوا مع بعض هيك. الآن بتروح كدك تعرف الجواب تبع X، تعطي قيم لX من الصفر اللي انت وطالع. حضر الX 0 2 و 0 1 ما زلطة، حضر الX 1 2 و 1 2 ما زلطة، حضر الX 2 2 و 2 4 زلطة، معنى الX تساوي 2. هيا عرفناها لمين؟ لX. بتعوض السطر الثالث لسه في تجربة، وبترجع تقسمها على الأولى بنفس الطريقة بتطلع معك الثانية. مين الثانية؟ الواي. شوف لنا الحل، بقسم عبارة السرعة 3 على عبارة السرعة 2، الواي شو طلع؟ صفر. هلا عرفنا الإكس هون شباب والواي، رجع عوض بقانون السرعة في تساوي ك بي ان او 2 اس 2 ضرب هاي ما في داعي احطها لانه عدده الصفر مقداره الصفر واحد. اذا التفاعل من اي رتبه؟ انتبه، من الرتبه الثانيه. صدفه طلعت. هل تاخذ العلامه اذا كتبت 2 مباشره بالامتحان تبع العام الماضي؟ تاخذ فقط علامه الجواب اللي هو نص علامه وتفقد 15 درجه على الطريقه، يعني عليها 15 درجه. الطلب الثاني احسب ثابت سرعه التفاعل، مكتوب الفكره، نعوض احد الاسطر، عوض البي بالسطر الاول وعوض تركيز اكس بالسطر الاول، بتضل الكي مجهوله، بسيطه جدا. المساله 16 وبيدها على السريع، طفوا